أنا بخير، بخير لأني لم أعد أهتم لكلام من هم حولي، لم أعد أصغي لآرائهم، لم أعد آبه بإرضاء الناس أبداً، ولم أعد ألتفت إلى إسعادهم على حساب سعادتي، وأصبحت أعطي الفرص لنفسي بدلاً من أن أهدرها لغيري. أنا بخير لأني أملك قوة قادرة على التقدم حتى وإن كسرت غدراً، خيبة أم خيانة، لأني عرفت أن الناس كالكتب، فلم أعد أغتر بالعناوين قبل أن أقلب الصفحات، ولم أعد أعقد آمالاً على أحد، فأنا صديق نفسي وعكازها. أنا بخير لأني بدت أعرف كيف ألملم ذاتي بعد أن تبعثرها العقبات، وأن أقوم من جديد مستنداً على نفسي. أنا بخير لأني أنهيت عهد الفواصل وبدت أضع نهاية لكل شيء، واستعدت عن تلك الفواصل بالنقاط، بدت أخرج الأشخاص من حياتي دون ما عتب، وأنهي المسائل التي ترهقني دون مبرر أو سبب. أنا بخير لأني عرفت كيف أرد على المحبطين بنجاحي، وعلى المتشمتين بثباتي، ولم يعد للكلام عندي أي قيمة، فردودي باتت بأفعالي. أنا بخير لأني ترفعت عن كثيرين لم يستحقوا وجودي، وترفعت عن كلام بدت أسمى من أن أعاتب فيه، والتفت لنفسي، لنجاحي، لتميزي، لسعادتي، لأناس يستحقون مشاركة حياتي بطمأنينة وراحة. أنا بخير لأني لا أقارن حياتي بحياة أحد، ولا سعادتي بسعادة أحد، ولم أنظر يوما لجيب غيري أو رزقه، ولم أبحر يوما في نوايا من هم حولي. أنا بخير لأني وثقت بنفسي، وطهرت سريرتي، ورضيت بما أملك وأسعى. وما دمت تنوي الخير فأنت بخير.